ادخل. ايه اللي بتعملوه ده؟ في ايه؟ جامد سلاحك يلا سلاحك خلص. بلاش لعب بالسلاح يا بكير، هتعور نفسك. بكير خد عفيفي واطلع بره. اقفل الباب وراك. وعلى مهلك على فيفي. ايه يا سجارة؟ ايه الدخلة الناشفة دي؟ في ايه؟ انا عرضت عليك عرض وانت رفضت، وده حقك. قلت لك انا من سكة وانت من سكة، وانت اخترت وده برضه حقك. لكن تلعب معايا بوساخة فده مش حقك ومش هرحمك. وصلت بيك الجرأة انك جاي تهددني في مكتبي؟ احمد ربنا انها جت على قد التهديد. بعد اللي عملته مع غرام كان لازم افرمك، بس انا مش ناسي، مش ناسي يوم ما اتقبض على امي وانت ساعدتني. ده دين في رقبتي وده اللي مخليك عايش لحد دلوقتي. بس بعد اللي عملته يا نصار بقينا خالصين.